أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة السادسة للدوري الممتاز. وكانت القائمة التي شاركت أمس في مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون مقابل قد حصلت على راحة اليوم من التدريبات، على أن يبدأ الاستعداد بداية من غد بميران بملعب التتش بالجزيرة. ومن جانبه أبدى حسام البدري سعادته بالفوز مؤكدا أن الفريق يسير نحو التتويج بلقب الدوري. ونتابع في التقرير التالي أبرز التصريحات عقب مباراة الاتحاد. المكسب طبعا، والاداء برضو الحمد لله اداء متميز طبعا. احنا لسه جايين امبارح، في لعيبه طبعا ريحت كتير هنا، كان في 8 لعيبه مريحين، وفي لعيبه طبعا شاركت معنا هناك وادت لعبه النهارده، برضو لعبت بشكل كويس جدا جدا. فبقول الحمد لله المشوار لسه طويل، ما خدناش البطوله لسه. النهارده الاجوان انا شايف اجوان كتير برضو، يعني 3 ده مش قليل. يعني فرقه الاتحاد فرقه كويسه، بالذات الدور الثاني كمان الاتحاد ماشي كويس قوي، الدور الثاني عامل نتائج كويسه، بيعمل اداء كويس مع ماتشات كتير. شفنا اتفرجنا ليه مع الاسماعيلي ومع اكتر من فرقه، لا اداء كويس وفرقه كويسه. فاقول الحمد لله على المكسب، يعني نتيجه 3-0 دي نتيجه مش قليله، يعني نتيجه كبيره. يعني بالنسبه لي انا كنحاول انني اي مقابله ندير واحد الجهد كبير ونعاون الاصدقاء ديالي باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه. والحمد لله كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، رغم العاية وتراكم المقابلات الحمد لله كناخذوا كل مقابله بمقابله. والحمد لله كنبغي نشكر اللاعبين على هذا المستوى اللي قدموه والتركيز اللي كانوا مركزين حتى لاخر مقابله، وكان ديال هذا الفوز هذا للجماهير الاهلاويه. رغم صعوبه اللقاء ولكن الحمد لله بتحسمه بشكل كويس في النهايه. بتاخذ 3 نقط، بتوسع الفرق تاني بينك وبين الاسماعيلي اللي هو الفرقه اللي بتنافس بعديك على طول. خلاص الماتشات بتقل دلوقتي وكل 3 نقط غاليين، وبعدين خلاص الاهداف اتحددت لكل الفرق. يعني خلاص بالنسبه للدوري دلوقتي خلاص الفرق اللي بتنافس خلاص اتعرفت انها بتنافس، الفرق اللي بتصارع على الهبوط خلاص اتعرفت، الفرق اللي عاوزه يكون ليها مراكز كويسه، مراكز تاهلها للمنافسه على بطوله افريقيا برضو اتعرف. كل فرقه دلوقتي عندها هدف وتحدد الهدف، فعشان كده الماتشات صعبه على طول. ولكن الحمد لله يعني بنقدر نتعامل مع المباراه بشكل جيد، توفيق ربنا، مجهود اللعيبه، اصرارهم، الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن فرقه الاتحاد كمان مختلفه عن الدور الاول، عندها خط هجومي لحد كبير جدا، هايل جدا ورائع جدا. ضغطه المباراه الخاصه بالموسم اللي احنا فيه، وخصوصا احنا كمان عشان احنا كان عندنا مؤجلات لمشاركتنا في افريقيا. لكن برضه هرجع اقول دايما التحضير للمباراه والدخول في المباراه واستعدادك للمباراه واحترامك للخصم، كل دي عوامل بتساعدك. يعني ظروف النهارده مباراه 3 نقاط مهمين جدا، بتيجي مباراه بعد فوزنا على الاسماعيلي اقرب المنافسين لينا، في 3 نقاط النهارده كانوا مهمين للتاكيد والاستمرار في هدفنا. تبقى سعيد كمدرب، وفي نفس الوقت لازم اوجه الشكر للعيبه، لان اللعيبه هي اللي في الاول وفي الاخر هي اللي بتطلع كل اللي انا بقول عليه ده. احنا بننظم وبنجهز وبنمرن طبعا، وبنجهز اللاعب من كل العوامل سواء عوامل فنيه او ذهنيه، لكن هم في الاخر هم اللي بيأدوا. فبشكرهم على ادائهم، بشكرهم على الفوز النهارده والاداء. يعني أكد المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سيد معوض أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري سيدفع بالمهاجم الجديد صلاح محسن في المباريات هذا الموسم في التوقيت المناسب. وقال معوض أن الجهاز الفني يعلم جيدا أن الانطباع الأول يدوم، ولذلك نرفض حرق الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة المصرية أمام الجماهير. وانتقل محسن من صفوف أنبي للأهلي خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة تعد الأعلى في تاريخ كرة القدم المصرية.
قاد التونسي أنيس الشعلالي الموعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خاصا لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الاتحاد السكندري أمس. وشارك في المران كل من حسام غالي، أحمد ريان، محمود الجزار، حسام عاشور، صبري رحيل، محمد شريف، صلاح محسن، ووليد سليمان. وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفنية في المران فضلا عن جانب من التدريبات بالكرة. خاض مروان محسن وأحمد حمدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري على هامش مران اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الاتحاد السكندري أمس. وأدى الثنائي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم خلال المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. واستكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي في الملعب تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق. غادر وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران المستبعدين من مباراة الاتحاد بسبب الإصابة. واشتكى اللاعب من الإصابة خلال مشاركته في المران، وقام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بفحصه ليقرر عدم استكمال اللاعب للمران. وتعرض صبري رحيل ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة في مران الفريق عصر اليوم الاثنين خلال كرة مشتركة مع محمود الجزار، ولكنه استكمل المران بعد خضوعه لفحص طبي. قال أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي إن الجهاز الفني سيتعرف غدا على تقرير طبي شامل عن اللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، خاصة التونسي علي معلول وأيمن أشرف آخر الإصابات في لاعبي الفريق. وأوضح أيوب أن الجهاز الفني نجح في تجهيز البدائل المناسبة للاعبين المصابين في العديد من المراكز، خصوصا أن الأهلي يملك دائما البدائل المميزة والمناسبة لتعويض الغيابات والتي تؤدى دائما بنفس الكفاءة المدنية الفنية. وما زلنا مع أحمد أيوب، حيث أن الجهاز الفني للأهلي سيبدأ دراسة المقاولون العرب بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة للوقوف على عناصر القوة والضعف بالفريق المنافس، خصوصا أن الأهلي سيخوض مباراتين متتاليتين معه في وقت قصير. وأضاف أيوب أن الفوز في كل المباريات المقبلة هو شعار المرحلة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين لحين حسم الدوري، رافضا القول بأن فارق النقاط الذي يعتلي به الأهلي صدارة الدوري حسم المسابقة له بشكل رسمي الآن. يخضع علي معلول وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفحص طبي غدا الثلاثاء على هامش مران الأهلي المحدد له 3 عصرا على ملعب التتش بالجزيرة. ويجري معلول وأشرف الاختبار لتحديد حجم إصابتهما، حيث أن الثنائي خرج من مباراة الاتحاد السكندري أمس الأحد بسبب آلام العضلة الخلفية. ويحسم الفحص الطبي للثنائي موقفهما من اللحاق بمباراة المقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية مباراة المقاولون العرب المقبلة والمحدد لها الخميس المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز. وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة الاتحاد الأخيرة على أن يبدأ الإعداد من اليوم لبعض اللاعبين للمباراة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب. وأشار عبد الحفيظ إلى أن صعوبة مباراة المقاولون تأتي من كون الأهلي سيواجه الفريق نفسه مرتين متتاليتين في مدة زمنية قصيرة،
حيث يخوض يوم الخميس المقبل المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس للدوري الأول، ويواجه المقاولون مجددا يوم الاثنين القادم على استاد القاهرة في الجولة 23 للدوري. تقرر صفوان راضي ربيع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غد الثلاثاء إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي بمعرفة الخبير الألماني هيرنان ماير. وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن ربيع سوف يخضع في ألمانيا لفحوصات طبية دقيقة بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الضامة مؤخرا. وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة خلال الفترة الماضية قبل أن ينتظم في أداء برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له حتى موعد السفر. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.